مساء الخير. صيدا مدينة مقفلة غدا وعسكرية حتى إشعار آخر، وذلك بعد الأحداث الدامية التي بدأت على خلفية إزالة شعارات. والعين على الغد مع تشييع جماعة الأسير لعنصرين قتلا اليوم وثالث مصري الجنسية هو أحد عمال البناء ولا ينتمي إلى أي جهة. واستعدادا لمسيرة التشييع، فإن الجيش كثف من دورياته وتواجده في المدينة مع التوقع بأن يعلن الأسير عن تنظيم مسلح في المرحلة المقبلة. صيدا تقفل غدا استنكارا للعبث بأمن المدينة، كما أعلن التنظيم الشعبي الناصري الذي دان الاعتداء على منطقة التعمير بواسطة السلاح. وفي المدينة اجتمع مجلس الأمن المركزي بحضور وزير الداخلية الذي سعى جاهدا إلى إطفاء النيران حتى ولو تطلب منه أحيانا التغاضي عن تجاوزات أحمد الأسير ونجله القاصر المعتدي على القوى الأمنية. وكان نهار صيدا قد اشتعل في حارة صيدا وتفجر في التعمير، المنطقة التي تتلون بين المذاهب، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 8، بينهم مسؤول محلي لحزب الله في المنطقة كان يحاول تجنيب المنطقة الإشكال الأمني وإزالة الشعارات الدينية. والاعتداءات طاولت السيدة نجلاء مصطفى سعد خلال مرور سيارتها من مدينة عبرة، حيث اعترضها مسلحون ملتمون وانهالوا بالضرب على سائقها. ليل صيدا حذر، أما ليالي بيروت فإنها تغرق في المياه التي حاصرت عددا من المناطق، بينها أحياء في الأشرفية وطريق المطار والشويفات، حيث دخلت المياه إلى المنازل قرب مشاريع خير الله. وفي بشامون انهار جدار على السيارات، كذلك في سان تيريز والليلكي، وجميع هذه المناطق أطلقت نداءات استغاثة عبر الجديد. إذن اشتباك في صيدا بين مناصري الأسير وشبان من منطقة التعمير يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 8. تقرير للزميلة نوال بري. بعدما تعذر عليه إسقاط السلاح، قرر الشيخ أحمد الأسير إسقاط الشعارات، فحتى الأعلام واليافطات غير المرخص لها باتت تستفزه وجماعته. حزب الله وبطلب من وزير الداخلية مروان شربل قام مساء السبت بإزالة جميع الأعلام واليافطات الحزبية من مدينة صيدا، في ظل معلومات عن محاولة جماعة الأسير نزعها في اليوم التالي. صباح المدينة ظل حذراً إلى حين قرر شبان من حارة صيدا برفع أعلام عاشوراء التقليدية عند دوار الحارة، ما استفز الأسير وجماعته فقاموا بما يشبه المناورة. وبعد أن كان مقرراً النزول إلى الدوار، إذا بهم يتوجهون إلى منطقة تعمير عين الحلوي التي يقطنها أغلبية شيعية وسنة وفلسطينيون، حيث اشتبك أنصار الأسير مع أهالي المنطقة، مما أدى إلى مقتل لبنان العزي الذي نعاه الأسير على أنه مرافقه على الموقع الرسمي، في حين أكد والده العميد المتقاعد في الأمن الداخلي أنه مناصر للأسير فحسب. كما قتل الشاب علي سمهون وشاب مصري كان متواجدا في المنطقة، وأصيب 8 أشخاص وزعوا على مستشفيات صيدا، من بينهم مسؤول في حزب الله وهو الشيخ زيد ظاهر، وقد أصيب بكتفه وصدره. أهالي تعمير أكدوا أن جماعة الأسير جاءوا إلى مدخل المنطقة وأطلقوا الرصاص باتجاه يافطة لحزب الله، فيما قال مناصرو الأسير أنهم نزلوا سلميا وتعرضوا لإطلاق النار. انتوا ليش جيتوا لهون؟ احنا نازلين سلميه، بدنا نشيل يافطات استفزازيه. بس هي منطقتكم هون لتنزلوا؟ منطقتنا نحن اولاد المنطقه. هن اولاد المنطقه وما قبلوها كمان. معلش، شيء بصير دم؟ بغدلب انا وياك بالسياسه، بتحطي لي دم؟ وشو اللي صار؟ انتوا ما بادرتوا باطلاق النار؟ ما عندنا سلاح. نحن ما عندنا سلاح. نزلنا تفاجأنا باطلاق النار والدم بالارض. وزير الداخلية مروان شربل الحريص دائما على أمن صيدا والمتابع للملف الأسيري عقد اجتماعا أمنيا في سرايا صيدا، أكد فيه أن كل مطلق نار في المدينة سيرد عليه بالمثل. تحقيق الجدي، وأنا طلبته من النيابة العامة حول إطلاق النار. من الذي أطلق النار؟ طلبت من الأجهزة الأمنية يدرسوا لي موضوع المنطقة العسكرية. سيلقى القبض على أي شخص مسلح، وإذا ما انصاع سيطلق النار عليه. يعني هلأ كل ما واحد رفع شعار وحطه بده يصير فيه هيك إشكالات بصيدا؟ لا إن شاء الله لا. وبعدين أنا بتمنى الشعارات تخضع للقوانين،
وانا بتمنى انه لما بيكون في شعارات وبيحس شخص ثاني انه هو بتعني استفزازيا، في طريقه انه تحميهم لهالشعارات، هو انه يطلبوا رخصه من البلديه. لكن هاي تقاليد تاريخيه مع الوزير، التقاليد التاريخيه حدا كان يوقف عليها ولا مره، حدا التاريخيه لا تمحي القوانين. وفي حين تبقى ملابسات اطلاق النار غير معروفه، فان الشيخ ماهر حمود رفض الاستفزاز الذي طال شريحه من اهالي صيدا، مستنكرا التطاول على الشعارات الدينيه للطوائف الاخرى. يعني باختصار حفله جنون يقودها احمد الاسير دون اي مبرر شرعي او ديني او عقلي او وطني، دون أي رؤية للمستقبل، دون أي أفق. طول التاريخ 1400 سنة هنالك خلافات مذهبية سنية وشيعية وغير ذلك، يعني دخلت في داخل العقل والفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي. إذا كان هنالك مشاكل لا تحل بهذا الشكل. وفي عبرة اعترض مناصرون للأسير سيارة نجلة سعد، أرملت الراحل مصطفى سعد وأطلقوا النار في الهواء. بقى عيب من واحد ملتم كمان، يا ريتني شفت وجهه يعني، او لا بتعرف شو احسن ما اشوف وجهه ملتم وحامل سلاحه وعم بيتحدى مره. انا بيعرفوني بصيدا لا في معي مسلحين ولا معي حدا، معي شوفيري، ونزل خبيط بشوفيري ورجع يرجع يسب. طبعا انا ما سكتت له وقلت له يعني بشو عليكم انتم اللي عم تعملوا فتنه بصيدا وانتم الحاملين سلاح وعشي، وبلش قواس. ولما كانت مخالفة القوانين والتهديد من الشيم الأسيرية، فقد أوقفت القوى الأمنية نهاراً الأسير الابن البالغ من العمر 16 عاماً وهو يقود سيارة من دون رخصة، مما أثار غضب الأسير الأب الذي نزل إلى الحاجز مع عدد من مناصريه وحرر السيارة وابنه بالقوة. في ظل الأحداث المتسارعة في صيدا، نزل الجيش اللبناني إلى شوارع المدينة وطوق المناطق المتوترة، ومنها جامع بلال بن رباح الذي شهد ليلا انتشارا مسلحا من أبرز وجوهه الفنان السابق فضل شاكر. وفي حين أكدت جميع الجهات الصيدوية أن صيدا عصية على الفتنة، فقد أكدت النائب بهية الحريري على التواصل لإعادة الهدوء إلى المدينة. فترة طويلة الكل يدعو إلى الاستقرار، سنبقى ثوابتنا لن تتغير في هذا الإطار. التواصل لإعادة الهدوء إلى المدينة سيبقى هو عنوان أساسي، طبعا مع إزالة كل ما يؤدي إلى الاشتباك. هذا وتشهد المدينة نهار الاثنين إضرابا شاملا في ظل تواجد مكثف للقوى الأمنية. رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد اعتبر في حديث إلى برنامج الأسبوع في ساعة أن أي تلاعب بأمن صيدا الداخلي سوف ينعكس على مجمل الوضع الوطني، مذكرا أن شرارة الحرب الأهلية انطلقت من صيدا. هناك من يصر على افتعال المشاكل في المدينة. نعم، الشيخ أحمد الأسير. هناك من توجه نعم إلى منطقة فيها تنوع مذهبي، منطقة التعمير وهي محاذية لمخيم عين الحلوي. نعم. وحصل اشتباك بين هذه نعم. المجموعة دكتور سعد. وأهالي المنطقة. دكتور سعد، الشيخ أحمد الأسير اعتبر أنه أردنا التحرك اليوم أن يكون سلمياً، ولكن تعرضنا في منطقة التعمير لكمين من حزب الله، هكذا صرح الشيخ أحمد الأسير. يعني حسب معلوماتي وهذه المجموعة ذهبت إلى التعمير لإزالة لافتات وضعها أهالي، وهذا من حقهم ولا يحق لهم أن، وكانوا مسلحين. فيجب أن يكون هناك تحقيق شفاف في هذا الموضوع. وأيضا هناك من افتعل توتير بين منطقة القناي وحارة صيدا. من جهته أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري لفت أيضا ضمن برنامج الأسبوع في ساعة إلى أن ما جرى في صيدا كان متوقع الحصول. بكرة المدينة مسكرة احتجاجا واستنكارا للي حصل وحدادا على شباب اللي سقطوا. ثانيا تكرر عطول، كررت مرارا وتكرارا بالمجالس الخاصة والمجالس العامة وين ما كان، ما نضيع البوصلة، ما لازم ان احنا نضيع البوصلة. المعركة مع هول الناس
ما بتخلص بلبنان. المعركة مع هول الناس. مين هول الناس يعني؟ مين يعني مع المحور السوري الإيراني كله واللي بيمثلوا حزب الله بالبلد. بس ما هني شركاء في هذا البلد، كيف بدك تقول المعركة معهم ما بتخلص؟ ما هني شركاء معك بهذا البلد، كيف بدك تعمل معركة معهم؟ ما بحط سلاح براسي وبركعني على الأرض أبدا أبدا، مش هيك. اليوم المعركة عم تخلص بقلب سوريا، علينا الانتظار، علينا كلنا الانتظار وعدم نقل الفتنة وعدم نقل عدم الاستقرار إلى لبنان. هذا اللي أنا بقوله على كل الناس، أنه تفكر أنه هيدا الموضوع مع حزب الله ما حيتواضع حزب الله إلا ما تخلص الأمور بسوريا. وزير العمل سليم الجيصاتي، وحول مسألة تحويل قضية اغتيال اللواء وسام الحسن إلى المحكمة الدولية، قال: عندما اطرح دولة رئيس الحكومة إحالة مسألة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن إلى المحكمة الدولية، وأيده في ذلك الوزير أحمد كرامي، والأمر منشور في الصحف ولا أخبرك هنا سرية المداولات في مجلس الوزراء، ولم يمانع رئيس البلاد رئيس الجمهورية، كانت لي مداخلة في لغة المحكمة وفي القانون بيّنت فيها أنه لا يمكن للحكومة اللبنانية إحالة الملف بحالته إلى المحكمة الدولية، وشرحت مراحل الإحالة تأسيسا على مبادئ الاتفاق غير الموقع والمفروض بمقتضى القرار 1757، كما شرحت قواعد الإجراءات والإثبات، واقتنع الوزراء بوجهة النظر القانونية البحتة. أهلا بكم من جديد. المعارضة السورية تحسم أمرها وتنتخب الخطيب رئيسا لائتلافها، وعباس يؤكد الاستعانة بخبراء للتحقيق في وفاة عرفات، وأخبار أخرى في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي. من العاصمة القطرية الدوحة، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي انضوت تحت لوائه غالبية أطياف المعارضة السورية عن انتخاب الداعية المعتدل أحمد معاذ الخطيب رئيسا له، وكلا من رياض سيف وسهير الأتاسي نائبين له، وبذلك يصبح الخطيب أول رئيس للائتلاف الذي ستنبثق منه حكومة مؤقتة تقود المرحلة المقبلة من المواجهة مع نظام الرئيس بشار الأسد ميدانيا في حادث هو الأول من نوعه منذ نهاية حرب تشرين الأول عام 73. أطلق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية باتجاه الأراضي السورية، وذلك إثر سقوط قذيفة هاون مصدرها سوريا بالقرب من مستوطنة ألوني هيشان. وقال المتحدث العسكري أوف موردخاي تعليقا على الحادث: إن القواعد التي لدينا هي أن نرد على أي نيران تهددنا، ليس لدينا مصلحة في أن نكون محاصرين بين المسلحين والجيش السوري، نأمل في حماية مواطني الجولان من أي نيران عشوائية قد تصيبهم. هذا وعادت الحدود التركية السورية إلى الواجهة مع القصف على مدينة رأس العين الحدودية بعد أيام من سيطرة مقاتلي الجيش السوري الحر على المنطقة. الله 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 أكبر. أما في الداخل السوري فشن الطيران الحربي السوري غارات على مناطق مختلفة في البلاد، أبرزها البوكمال في دير الزور على الحدود العراقية التي شهدت قصفا طال البريد وحي القابون في الغوطة الشرقية وسقبة في ريف دمشق، كما تم عرض مشاهد للدمار الهائل في منطقة دوما في ريف دمشق بعد الاشتباكات العنيفة في ظل استمرار تحليق الطائرات الحربية. وفي حلب التي تشهد معارك يومية منذ أكثر من 3 أشهر ما زالت الاشتباكات تدور بين الطرفين. حذر الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد اعتداءاته على قطاع غزة بعد الهجمات التي شنتها فصائل فلسطينية بالصواريخ وبقذائف الهون، وأسفرت عن إصابة 4 جنود إسرائيليين داخل سيارة تابعة للجيش في دورية على الحدود مع قطاع غزة. الرد الإسرائيلي جاء باستهداف القطاع بقذائف الدبابات وبغارات جوية، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. وقد أعلنت حماس مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية الأحد، فيما نفت مشاركتها في القتال يوم السبت. استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين الفلسطينيين وارتقاء عدد من بينهم شهداء وتصعيد إسرائيلي خطير. نحن نؤكد على حق المقاومة الفلسطينية في الرد على هذه الجرائم، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عن كل التداعيات المترتبة
على هذا التصعيد. الجيش الإسرائيلي يعمل وسوف يعمل بحزم ويقوم بما يلزم ويتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة ويوجه لها ضربات قوية، وعلى العالم أن يدرك بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما هناك محاولات للهجوم علينا، ونحن تحضرنا لتصعيد ردنا. في الذكرى الثامنة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، رأى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أن التحقيق في وفاة عرفات قضية أكبر وأهم من أن تكون فرقعة إعلامية. ويجب التنسيق التام في هذه الأيام بيننا وبين محققين فرنسيين وخبراء سويسريين وأيضا من الحكومة الروسية لفتح الضريح على أمل أن تظهر حقائق جديدة حول أسباب الوفاة. حكمت محكمة جنايات العاصمة الأردنية عمان على مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن 13 عاما وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني أي نحو 30 مليون دولار بعد إدانته بتهم تبييض الأموال والاختلاس واستثمار الوظيفة، ولم يصدر عن الذهبي في قفص الاتهام أي رد فعل عند نطق الحكم في الجلسة. في البحرين شيع الفتى علي رضا 16 عاما والذي قضى في حادث سير بعد ملاحقته من قبل الشرطة وفق مصادر المعارضة. المشيعون انطلقوا في حشود غفيرة من بلدة الدير إلى سماهيج في جزيرة المحرق مسقط رأس القتيل، وهم يرددون شعارات وهتافات غاضبة تطالب بإسقاط النظام. وقد تخلل التشيع صدامات مع الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة. ما زالت التهديدات تطال فريق الرابع عشر من أذار وحيدر الأسد المشتبه به. تقرير للزميلة دلال بازي. اسم واحد أجمع عليه النواب الذين وصلتهم رسائل تهديد في الفترة الأخيرة، بدءا من النائب أحمد فتفت إلى عمار حوري، مرورا بالنائبين هادي حبيش وخالد الظاهر الذي حاز على الحصة الكبرى من الرسائل الهاتفية، وآخرها يوم السبت من خلال مكالمة وصلت إلى هاتف مرافقه. كان رقم سوري واضح على التليفون، من رقم سوري وعلى من الكود، يعني من الكود كله كرقم ومن الترو كولر طلع باسم حيدر الأسد. الرقم اللي مبارحة اتصل بمرافقي، هذه كانت رسائل، والبارحة كان في اتصال، لكن الرقم اللي اتصلوا منه الشخص كان غير طبيعي، يعني 1 1 2 2 3 3 4 4. يبدو منه رقم طبيعي، لكن لما سألت مرافقي أنه كيف لهجة الشخص، فقال لي لهجته سورية. إذا حدا بده يعمل شيء لحدا بيهدده أو بيعمل شيء بيعملها دغري بطريقة يعني بلحظة ما بتتوقعها. نعم نعم، في أسلوب الغاية منه، أول شيء تخويف الخصم، إخضاعه، شل حركته، منعه من أداء دوره. حيدر الأسد الاسم الذي يتداوله النائبان حبيش والظاهر هو المشتبه به الأول على حد قولهم، وحبيش يؤكد أن التهديدات لن تقف في وجه تماسك فريق الرابع عشر من أذر. الوحيد اللي بتخلي أنه يصير في ربط بين قصة التهديد والاغتيال هي أنه نحن كنواب، أنا والحاج خالد والدكتور فتفت والدكتور حوري، جينا رسائل عشية استشهاد وسام من رقم سوري، تبين فيما بعد أنه بقيت شخص من بيت الأسد حيدر الأسد، تبين هذا على ترو كولر، يعني بس بالشركة الأجهزة الأمنية نفس الشخص تلفن لكم مش تلفن، بعت رسالة لأربعة أشخاص. أول يوم كانت رسالة تهديد، ثاني يوم بعد استشهاد وسام، بعد يعني كانت الناس تقريبا لسه ما عرفت أنه وسام استشهد، يعني شي ساعة 6:30 7 بيبعت رسائل للأربعة بيقول فيها أنه مبروك بدأ العد العكسي، هيدا أول واحد من العشرة. يعني أول شيء شكينا يكون حدا عمل له رومينج بلبنان، رجعنا تأكدنا أنه لا، طالع حتى من شبكة خارج لبنان، يعني معناتها الرقم موجود خارج لبنان. على إثر التهديدات عقد اجتماع في دارة الظاهر ضم مشايخ وعلماء ونوابا، وتم البحث في التهديدات التي تلقاها مؤخرا. وأننا مستمرون، وكل هذه التهديدات تؤكد على صحة توجهنا، وتؤكد على أن هذا النظام الذي قتل شهداءنا ويستمر بمحاولة قتلهم وآخرهم الشهيد وسام الحسن هو في آخر لحظات وجوده. وزارة الداخلية عززت الإجراءات الأمنية على منازل النواب، وزارة الاتصالات قامت بإجراء تعديل على الرقم المهدد للنواب من خلال مصطلح بلوك،
وكان موقع النشرة قد نشر وثيقة رسمية تظهر أن قرار صحناوي اتخذ لدواعي أمنية بناء على كتاب رسمي تلقته وزارة الاتصالات من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل. ويظهر من الملف المرفق أن وزير الاتصالات أصدر مذكرة عاجلة وهامة تقضي بالعمل فورا على منع الرقم المشار إليه من ولوج شبكات الاتصال اللبنانية سواء منها الثابتة أو الخلوية، ويشمل هذا الحظر الاتصال أو استقبال الاتصال أو إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو أي خدمة اتصالات أخرى. ويأتي ذلك بعد أن تلقت وزارة الاتصالات كتابا رسميا من وزير الداخلية يطلب فيه تكليف من يلزم لإلغاء خدمة هذا الرقم. أهلا بكم جديد. الآن طبعا ننتقل لمتابعة آخر أخبار الفن وزميلتنا اليوم دارين. مساء الخير. مساء النور رائد. كيفك مع الجو العاصف؟ حلو الجو العاصف، بخليك تكنكن وتقعد بالبيت وتحضر تي في. هني مش نحن. ايه نحن لا، نحن اليوم عنا شغل. يعطيك ألف عافية. شو عنا الليلة؟ الليلة عنا أخبار كتيرة عن بيروت ماراثون، حضرنا إياها زميل شادي خليفة. وبالبانوراما عنا أخبار عن فنانة أمل ماهر، عن لينسي لوهن وغيرها. أوكي. Okay. نشوفه مع بعض. تميز بيروت ماراثون هذا العام بحضور فني وأعلامي لافت، والتفاصيل في هذا التقرير للزميل شادي خليفة. حريص عدد من النجوم على المشاركة في ماراثون بيروت تأكيداً على أنه يعكس وجهاً حضارياً عن لبنان بعيداً عن أي انتماء سياسي أو مذهبي. أنا عن جد مستغرب نجاح النهار بكل شيء عم بصير بالشتاء بالبرد، الناس كلها جاي مبسوطة. عن جد هيدا لبنان، يعني بطلنا عم نفهم حقيقته لهالبلد، إذا هل هيك هو ولا هيدا تمثيل والحقيقة هي شو عم بصير بين الأحزاب. بطلنا عم نعرف أيها الحقيقة بالضبط، يعني يا هون نحن عم نمثل وبين بعضنا نحن مش مزبوطين، يا الحقيقة أنه بين بعضنا مش مزبوطين أو هون الحقيقة ضعنا مش عم نعرف. على كل حال جينا نشارك، جينا نشارك بمحبة. أنا جيت باسم عياش الطفولة مع تيم كتير كبير، مع كل الناس جاي كمان تركض باسم عياش الطفولة. إن شاء الله يا رب يضل لبنان يعني متماسك هيك ومحبين الناس كلها محبه. انا قلت لهم اللي استفزني اكثر شيء اكيد الماراثون شيء كثير مهم ورياضه كثير مهمه، ولبنان نحن بلد ثقافه وسياحه وكل هول بنعرفهم، بس الفكره انه الكل نازل مش نكيب حدا، الكل حابب هو ينزل، بقى ما في فريق نازل ضد فريق ولا حدا مجيش حدا ينزل، كله نازل من قلبه من ربه مبسوط. في ناس ذوي احتياجات خاصه، في ناس كبار، في ببيات محمولين على ايدين اماتهم. هيدا لحاله بيقول لك انه نحن شعب عن جد بنحب الحياه. هيدي تظاهرة سنوية كل سنة بتصير، تظاهرة وطنية ورياضية واجتماعية بتجمع كل الناس من سياسيين ومن فنانين ومن وجوه اجتماعية ورياضية بإطار غير اللي منعرفه عادة، بس هالسنة بيكتسب هالحدث أهمية خاصة كونه أول شيء عم بيتحدى الطقس، عم بيتحدى المطر، وعم بيتحدى كمان الأوضاع الأمنية اللي شهدناها. يعني من 3 أسابيع صار فيه الانفجار يلي طال الأشرفية، وخاصة في جانب معين من هالماراثون له علاقة بمساعدة المتضررين من انفجار الأشرفية، فإله طابع رياضي وإله طابع وطني وإله طابع إنساني كمان ماراثون بيروت. بتحس لبنان كله بالشوارع عم يركض، العيال كل يعني عائلات عم تنزل على الماراثون، بتحس إنه الناس كلها قلب واحد، تجمعت كلها، جماعتها الرياضة، جماعتها الجود كوز يلي عم نركض كرمالها بالماراثون، وهيدا الشيء كتير مهم للبلد لأنه بفرجيك أنه ليك from كولومبيا وسبين، أنه من كل بلاد العالم أكيد واللبنانية الموجودين. أنا كتير مبسوطة. إنسان رياضي؟ أنا رياضي طبعاً، تقريبا كل يوم عندي ساعة ونص ساعتين مينيموم رياضة. رياضية نادين؟ مش من زمان صراحة، أنا وصغيرة كان عمري 13 سنة مسابقة، كان في اسمه سباق الضاحية بيروت، دونك كنا نسابق بالمدارس كنا نشارك، وأنا طلعت لسنتين البطلة، بقى كان 1200 متر. هلا المسافة كانت كبيرة علي بس الحمد لله لا وصلت. إيه أعتبر شو شايف؟ يعني ربحت. كمان اكيد بدي اشكره لجيسكار جوزي لانه كذا مره هيك طرقني كم دفشه مثل العاده. رياضيه؟
مش درجة أولى يعني بلعب تنس بس أنه بالركض شوي كانت صعبة. بعدين ركضنا 5 كيلومتر مش 1 كيلومتر، فعملنا يعني إفور كتير كبير اليوم. ربحت؟ لا أكيد لا ربحت شوفتك. يعطيكم العافية. أنا نقول لهم للفنانين أيوة برافو يعطيهم العافية. أنا كنت على فكرة منيح ركضت؟ لا ما ركضت؟ لا كانوا هني كنت عم تتفرج بغير اتجاه. اه اوكي شو عنا هلا؟ هلا البانوراما الفنية رح نشوف سوا. الفنانة المصرية أمال ماهر تحصد جائزة تايك الأردنية، جاستن بيبر يحيي حفل فيكتوريا سيكريت إلى جانب الفنانة ريهانا وبرونو مارس، ولينزي لوهن إلى السجن مرة أخرى. أسمر يا سمراني مين أسك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. أسمر يا سمراني. حصلت الفنانة المصرية أمال ماهر على جائزة أفضل مطربة عربية في حفل توزيع جوائز تايكي في الأردن عن ألبومها الأخير أعرف منين، وذلك من خلال نتيجة لجنة تحكيم إدارة تايكي والتي اختارتها بأكبر عدد من النقاط، إلا أنها لم تتمكن من التواجد في الحفل الذي ضم عددا كبيرا من نجوم الوطن العربي بسبب تواجدها مع والدتها لمتابعة حالتها الصحية خارج البلاد. يصمر قلبي بنار فكر احتار والشوط ناني صغر عيوني. معظم رجال العالم حسد النجم الشاب جاستن بيبر ليلة 10 من تشرين الثاني، ليس على شهرته أو ملايينه، بل لتواجده بين جيش من أشهر عارضات أزياء العالم وأكثرهن جمالاً. قدم بيبر بجانب ريهانا وبرونو مارس عروضاً على المنصة في الحفل السنوي لفيكتوريا سيكريت. وعلى أنغام أغنيته الجديدة بيوتي أند ذا بيت أمعن بيبر النظر في جسد إحدى العارضات على المنصة وقدم عرضاً حيوياً مع فرقته، ثم قدم أغنية As Long As You Love Me. يصح إطلاق لقب نجمة المشاغبة على الممثلة لينزي لوهن بعد العديد من المشاكل التي تضع نفسها بها، حيث تم نشر جديد مشاغباتها عبر وسائل الإعلام بعدما اصطدمت لوهن التي كانت تقود سيارتها بشاحنة قمامة من الخلف وهي في طريقها لتصوير الفيلم التلفزيوني إليزابيث تايلر. وفي التفاصيل، فقد اعترف جيفن دويل مساعد لينزي أمام الشرطة الأمريكية بأن لوهن هي التي كانت تقود سيارتها البورش على الطريق السريع على ساحل المحيط الهادي أثناء اصطدام سيارتها بأحدى الشاحنات المخصصة لجمع القمامة، مما يتناقض مع كلام لوهن التي قالت إنها لم تكن خلف عجلة القيادة أثناء الحادث. وبعد ذلك الاعتراف، قرر المدعي العام في سانتا مونيكا توجيه جنحة الكذب على الشرطة للوهن، مما سيتسبب بعودتها إلى السجن من جديد. مشاغبة. خلصت؟ خلصت. شكرا. يعطيك الف عافية. بكرة أنت؟ بكرة وثلاثة، لا بكرة أربعة وخميس. رايت. بكرة إيه أنا كمان نكون مع بعض. ماشي. ثانك يو دارين. يعطيك الف عافية. طبعا ختام هذه النشرة مع لقطة اليوم. Four, five, two, three,
في النشا بعد يوم دام وزير الداخلية يدعو لإعلان صيدا مدينة عسكرية. بكرة راح نشوف. بس نلقي القبض على الشخص اللي أطلق النار بعتقد إنه بتنحل. عرفتوا مين اللي بلش؟ قتيلان للأسير وآخر مصري واعتداء على نجلاء سعد. بلتام وحامل سلاحه ونزل خبيط بشفاره ورجع يرجع يسبه. انتخاب معاذ الخطيب رئيسا لائتلاف قوى الثورة. غارات على غزة وصواريخ على إسرائيل. كما كان في نشطتنا فن الركض. بطلنا عم نفهم حقيقته لهالبلد، إذا هل هيك هو ولا هيدا تمثيل والحقيقة هي شو عم بيصير بين الأحزاب. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.